اهلا بيكم مع فيديو جديد، معاكم محمد يحيى 3D فيجواليزر. في الفيديو ده هتكلم عن حاجه ظريفه جدا او ممكن ما تبقاش الناس واخده بالها منها، اللي هي ان انا لما باجي اعمل اعلي الريزولوشن بتاع الصوره عشان الصوره تبقى هاي كواليتي اكتر او ان هي تبقى ما فيهاش بكسله. طبعا المنطقه دي اللي هي في القايمه بتاعه الفي ري، في قايمه كومن او في اي ريندر، هي المسؤوله عن الويتس في الهايت، ده المسؤول عن الكواليتي بتاعه الريزولوشن او بيسموها الريزولوشن. باختصار شديد جدا الريزولوشن بتاع اي صوره عندك هو عباره عن عدد البيكسلز بير انش، عدد البيكسلز بير انش، اي صوره عباره عن بيكسلز خلاص. فلما بتزود مقاس الصوره بتاعتك انت كده بتزود بالتالي عدد البيكسلز اللي بتبقى عندك، فبتبقى الصوره البيكسلز بتاعتك اكتر، عددها اكتر، فده طبعا بيطول لنا في وقت الريندر خلاص. في ناس بتعتبر ان هو بيعلي في الكواليتي، هي مش فكره بيعلي في الكواليتي، البيكسلز مسؤوله عن انك انت لما حجم الصورة بيبقى اكبر، حتى يقول لك 2K 4K 3K 8K 10K، اللي هي الكي دي يعني 8000 9، اللي هي المقاسات بتاعتها. يعني انا لما اجي اقول دلوقتي 2000 وحاجة في 2000 مثلا، فانا بتكلم في ريزولوشن 2K. لو جيت قلت مثلا 3000 يبقى انت كده بتتكلم في ريزولوشن 3K خلاص. طيب الفكرة في ايه؟ ان الرقم ده لما بيبقى كبير بيزود لك عدد البيكسلز في الصورة، فكل لما تعمل زوم على الصورة اكتر، يعني كل لما تقرب من الصورة، الصورة تفضل محتفظة ان هي ما يحصلش بكسلة، ما تزغللش منك، ما تبتديش تشوف ايه حجم البيكسلز اللي هي المربعات اللي بتكون لك الصورة خلاص. فده الغرض من الموضوع ده. عشان كده احنا لما بنيجي نطلع حاجة فاينل بنعلي الريزولوشن بتاعنا، عشان لما حد يجي يعمل زوم ان لغاية فترة كبيرة يفضل شايف التفاصيل بتاعت الصورة، ما يشوفش البيكسلز عاملة ازاي. لما بنقلل الكواليتي بتاعت البيكسلز او بنقلل الريزولوشن بتاعنا، البيكسلز بتبقى حجمها اكبر، فلما بتعمل زوم من بدري جدا تبص تلاقي نفسك مجرد ما تعمل زوم تبص تلاقي الصورة حصل عملية البيكسلايزيشن، او اللي هي العملية بتاعت انك انت ما تشوف، تبتدي تشوف ايه المربعات المكونة للصورة اللي هي البيكسلز يعني. طيب المهم ده مش موضوعنا، انا اللي بتكلم فيه ان احنا دايما لما بنيجي نتست ريندر بنقلل الكواليتي بتاعت البيكسلز او بنقلل الريزولوشن عشان يبقى عدد البيكسلز عندي اقل، عشان انا عايز اتست ريندر فيبقى الدنيا عندي سريعة. فطبعا لو حضرتك عايز تخرج اوتبوت مقاس حاجة كبيرة زي كده مثلا ده 2K، طبعا ده لو جيت عملت ريندر غصب عنك هياخد ايه وقت طويل، وبتلاقي مكتوب هنا الرقم بتاعك كام في كام، فحسب طبعا ظبطة الفي ري بتاعتك والنويز والحاجات دي كلها بتلاقيه بيبتدي ياخد وقت اطول بكتير من لو هو حجمه اصغر. طيب فدلوقتي اغلبية الناس بنضطر ان احنا نروح عاملين ايه، بنضطر ان احنا يا اما نروح مصغرين المقاس من هنا، بنشغل اللوك ده وهو شغال، لما حضرتك بتحرك واحد بيبتدي يأثر مع التاني، يعني مرتبطين ببعض الويتس في الهايت خلاص. حلو قوي. فانا دلوقتي مش عايز العب في ده، لان انا ممكن اختار الحاجات الجاهزه، المقاسات الجاهزه، بس انت كده بوظت الاصلي بتاعك، فبتضطر يا اما تاخده كوبي بره تكتبه في ورقه ولا في حاجه، او انك وبعد كده تختار مقاس صغير وبعد كده ترجع تعلي، او انك انت من هنا تروح مثلا جاي ايه مقلل الرقم شادد واحد كده تبتدي تقلله لغايه ما ينزل لل مثلا 800 900 او كده، فتبتدي التست بيه خلاص. طيب خليكم فاكرين الرقم ده 973 و975. فانا دلوقتي هطلع تاني زي ما انا للالفينات مثلا تمام، وحاجه اقول له انا مش عايز العب في ده، خليه كده على جنب، وعايز اتحكم في ريزولوشن من مكان تاني. يعني باختصار انا مش عايز اغير الرقم ده، بس في نفس الوقت عايز اتست بمقاس صغير. فبمنتهى البساطه هتخش في قائمه في ري، هتلاقي هنا الفريم بافر لو مقفول بتفتحه، هتلاقي تحت هنا في كلمه جيت ريزولوشن فروم ماكس. جيت ريزولوشن فروم ماكس يعني معناها ان الفريم بافر بتاعك هياخد نفس المقاس اللي مكتوب فين، اللي مكتوب هنا في الكومن بتاع ال 3 دي ماكس، اللي هو ريزولوشن بتاعك اللي هو الويتس في الهايت خلاص. ده المقاس اللي انت لما بتيجي تدوس فيه عليا ريندر بيطلع لي. يعني لو جيت عملت ريندر هتلاقي اهو ال 2000 مش عارف ال 2193 في ال 2197، فانا عايز اغيره اتست بمقاس اصغر وبعد كده ابقى ارجع لده تاني. فمن غير ما اجي جنب ده في قائمه في ري، لو قفلت كلمه جيت ريزولوشن فروم ماكس هتبص هنا تلاقيه فتح لك الويتس في الهايت. في مقاسات جاهزه تقدر تختار، عايز مثلا ريزولوشن 1 كي 2 كي او كده، او ان انا ممكن اكتب له المقاس، انا ممكن اقول له 975 ولا 970 اللي احنا كنا شايفينها، لا 970 و975 تمام بمنتهى البساطه. بمجرد ما انت لغيت ده اللي اشتغل معاك. فدلوقتي لما تيجي تعمل تيست للرندر بتاعك هتبص تلاقيه بقى ايه اللي هو الرقم اللي انا كتبته له بقى اصغر اهو 900 في 900، ونقدر ان احنا نعمل رندر. هتلاقي الرندر بتاعك ابتدى يظهر اسرع انك انت تعمل تيست. بمجرد ما تخلص الظبط بتاعك والرندر بتاعك
تقدر تروح راجع مشغل كلمة get resolution from max، تيجي تعمل ريندر هتبص تلاقيه رجع لك تاني الريزولوشن العالي بتاعك. فده اوبشن ظريف انا كتير جدا بستخدمه، بدل ما افضل ان انا يعني بالذات لو انت عندك مقاس معين انت عاوز تطلعه وخلاص كتبته، فمش عايز تفضل كل شوية تقلله وايه وتزوده يعني زي ما انتوا عايزين. تمام، دي نقطة. طبعا كده كده اوريدي الفي ري فريم بافر، لو دوست رايت كليك قلت له في ري فريم بافر او في اف بي، عامل لك اللي هي الاوبشن بتاع انك انت لو دوست مثلا دي كده 50% من المقاس الحقيقي او 75، فلما تيجي تعمل ريندر بص المقاس ده كام، بياخد 75% منه، مش هيديهولك بالظبط. هي انك انت اكنك برضو بتست بيها الريندر دي، موجودة في الفي ري فريم بافر، بس دي موجودة من اول في ري 5، فالناس اللي شغاله بنسخ اقدم مش هتلاقي الاوبشن ده. فدي برضو ظريفه انك انت بدل ما تقعد تكتب وتخش في قائمه فريم بافر، لا انت ممكن من هنا تقول له والله رندر لي 50% من المقاس بتاعي اهو، فلما اجي اعمل كده بس انت دايس عليه، لما اجي ادوس رندر بص تلاقيه عمل لك 50% بالظبط من ايه، من المقاس، وهكذا. فده كده يعني تركاية صغيرة ممكن تكون الناس مش واخدة بالها منها، واللي شغال بفيري اقل من 5 طبعا ممكن تنفعه جامد لو انت مش عاوز تبوظ الايه الريزوليوشن بتاعك الايه الاصلي بتاعك. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ده، مستني رأيكم في الكومنتات، ولو حد عنده اي حاجة عايز يسأل عليها يا ريت بس تكتبولي وانا ارد عليكم ان شاء الله، وانتظروني في فيديوهات جديدة ان شاء الله.